وتعالوا بقى نشوف فكرة عيش النان الرهيبة السهلة جدا جدا. طيب مقاديري ايه بقى؟ يلا بينا. عيش النان ما هو الا عيش بسيط جدا جدا جدا، مقاديره بسيطة جدا جدا. لما بيستوي بيحطوا عليه صوص الزبدة والثوم والكزبرة. بقول لكم الكزبرة اساسية معاهم جدا في الاكل. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. كزبرة جافة وكزبرة خضرة. طيب تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عبارة عن ايه، كوبايتين دقيق عليهم معلقة كبيرة سكر بودرة، ونص معلقة صغيرة خميرة فورية اللي هي الجافة، نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، ومعلقتين زيت، ومعلقتين كبار زبادي، ونص كوباية لبن دافية. وزي ما قلت لكم بعد كده بندهنه بثوم وكزبرة وزبدة، خليط كده بنعمله مش سخن ولا أي حاجة، عبارة عن ثوم وكزبرة وزبدة. مقاديري بسيطة جدا جدا وهو سهل قوي قوي. بس انتوا دلوقتي هتشوفوا النتيجة قد ايه حلوة جدا. كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة سكر بودرة، على فكرة ممكن تكون سكر عادية مش شرط تكون سكر بودرة، ماشي، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة كبيرة خميرة فورية، ورشة ملح، ومعلقتين كبار زيت، ومعلقتين كبار زبادي، ونص كوباية لبن دافية، وثوم مفروم، كزبرة مفرومة، وزبدة. طيب أول حاجة بحط كده عندي هنا الدقيق، ماشي، طبعا الدقيق عليه ذرة الملح على طول، وبعدين عندنا هنا نص معلقة من البيكنج باودر، وهقلب الأول عندي الخليط ده. خلاص طيب اجي هنا بقى في بولة صغيرة واحط ايه بقى، الخميرة الفورية، تمام، وهروح حط عليها شوية مية دافيين، ابدا مش سخنين ولا ساقعين، شوية مية صغيرين جدا جدا، هما سخنين فطبعا هحط عليهم مية ايه، مية ساقعة. لازم يا جماعة لما احط ايدي كده ايدي تتحملها، يعني تكون دافية مش سخنة ومش ساقعة. بس كده هحط ايه، حبة حلوين كده علشان اشغل الخميرة بتاعتي، وادي معلقة السكر. لازم اعمل الخليط ده كده على جنب علشان اتأكد من نجاح الخميرة، ان الخميرة عندي كويسة وهتشتغل معي. طب ايه اللي بيحصل بقى لما بعمل الخليط ده؟ المفروض ان انا اغطيه واسيبه لمدة تقريبا 10 دقايق لحد ما يحصل عندي هنا فقاعات. هلاقي طبقة كده عبارة عن عقلتين فقاعات، الفقاعات دي هي اللي بتقولي الخميرة بتاعتك فلة وجميلة، والعجينة هتبقى عندك حلوة جدا ومتنفسة وناجحة. مهم قوي قوي يا جماعة قبل ما اعمل اي معجنات اعمل الخطوة دي. انا كل مرة ما بعمل معجنات بحاول ان انا اقول التركة دي، لانها في ناس كتير قوي بتستسل وتحط الخميرة على السكر على الملح. لا 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 خالص، لازم نعمل الخطوات دي. طيب هسيبها كده على جنب، تمام. طبعا زي ما قلت لكم ممكن جدا المعلقة السكر تكون معلقة سكر عادية، مش شرط ان هي تكون معلقة سكر بودرة. طيب عندي هنا الزبادي وعندي اللبن، هاخد بقى نص كوباية لبن دافية اهي، وهدخلها طبعا مايكرويف، وبرضو لازم تكون دافية ما تكونش سخنة اكيد، وما تكونش برضو ساقعة. فهدفيها حاجة خفيفة قوي. طيب طبعا زي ما انتوا شفتوا انا حطيت البيكنج باودر على الدقيق عندي، وعليه ذرة الملح، واديت تقليبة. في كل خطوة يا جماعة بعملها بتبان ان هي يعني حاجة مش ملحوظة، لكن على فكرة العجن على قد ما هو بسيط على قد ما هو كله تكنيك. يعني هو سهل جدا ومفيهوش اي حاجة، بس التكنيك مهم جدا. انا اقلب المكونات الجافة كده الاول، مهم جدا ان انا احط الخميرة مع السكر الاول من غير ملح في مية دافية الاول واختبرها. طيب الزبادي لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش اطلعه بارد من التلاجة واشتغل بيه، ما ينفعش اطلعه بارد من التلاجة واشتغل بيه، مش صح خالص. ايه اللي هيحصل؟
لأ ده هيقتلي الخميرة، مش هيشغلها، ده هيقتلها تماما. طيب أنا خلصت اللبن وطلعته ودفيته، هحط عليه إيه؟ الزبادي وأقلب. أهو لازم أحط الزبادي على اللبن وأقلب، ما أحطش الزبادي برضو كده مرة واحدة بس كده، وندي اهو تقليبه نفك الزبادي خالص. طيب عندي هنا الخميره خلاص، يلا نحطها الاول، بس انتوا طبعا سيبوها لحد ما تشوفوا الفقاعات يا جماعه، ما تحطوش خميرتكم لو مش متاكدين منها قبل ما تشوفوا الفقاعات دي. وبعدين نحط بقى ايه الخليط الرهيب بتاعتي. عايز اقول لكم المعجنات اللي بدقيق وزبادي حكاية لوحدها من غير اي حاجة. هلم بقى كله كده، تخدش عجن كتير خالص، لمت مكونات بس. بصوا بتمسح وانا شغالة، هي بتمسح البول عندي وانا عايزة اعملها بيدي عشان اوريكم قد ايه سهله جدا. فيفا انت قلتي زيت، الزيت يا جماعه انا ما بحطوش عندي فيه المعجنات خالص، انا الزيت عندي اساسي بلم بيه العجينه، ما بحطوش عندي في المعجنات. ممكن احط الزبده لكن الزيت ما احطوش عندي في المعجنات. بس كده بلمها وادعكها وعجنها حبه حلوين، بس لمت ايه مكوناتي يعني اتاكد ان انا ايه لميها. بس كده طبعا طبعا مش محتاجه اقول لكم ان كل دقيق بيختلف عن غيره، يعني ممكن دقيقك يحتاج اكتر من نص كوبايه لبن، مش معناها ان فيفا قالت نص كوبايه يعني نص كوبايه، لا حطي نص كوبايه ومعلقتين كبار زبادي، وهتحطي مقدار الميه اللي هو يا دوبك ربع كوبايه ميه زي ما انا عملت عشان اشغل الخميره، وبعدين تعملي كده. لقيتي العجينه عندك ناشفه اوكي، يبقى هتحطي شويه لبن دافيين برضو. لقيتي عندك العجينه كده جميله وحلوه اهي ولمت، يبقى انا كده ايه تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ معلقتين الزيت بس كده، وهعجن بقى كده ولم عندي هنا العجينه. طيب هسيبها بقى، طبعا انا حاطه خميره فلازم هسيبها ترتاح. هسيبها ترتاح قد ايه؟ نص ساعه، مهم جدا. بس كده وتعالوا نشوف اللي خمرانه بعد النص ساعه. سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي. اطلع طاساتي بقى علشان هشتغل. عايزه اقول لكم حلاوه العيش ده بيستوي على طول عندي هنا على البوتاجاز، يعني ما بدخلهوش فرن ولا اي حاجة. هيلو بس ايه نلم الدنيا عشان نوسع لنفسنا ونشتغل. طبعا ده هتعمليه لو عايزة تعمليه جنب الاكلة دي، ضروري ان انت تعمليه قبل اهو. تمام كده تمام كده ماشي. هعمل ايه بقى؟ هروح حاطه شويه دقيق والم العجينه اهي من البوله، طبعا مرتاحه ومتنفسه وحشه وتجنن. بصوا 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 اهي خطيره خطيره. طيب هعمل ايه؟ هروح بقى مقطعاها دواير وعاملاها كده بصوا لجوه اهي، وحطاها فين؟ اهي هنا. تمام واحده واحده هعملها كده. ريحتها حلوه قوي، انا بحب جدا المعجنات زي ما بقول لكم اللي بالزبادي وباللبن تتاكل حاف دواير. وبعدين هاخد بقى كوره كوره افردها واسويها. انتوا هتشوفوا دلوقتي ازاي حتى هيفرد عندي طبعا بالترتيب. كنت هاخد دقيق
علشان وانا بقطع. عرفتوا بقى الزيت عندي هنا بحطه في اخر العجنه زي ما تقولوا كده، بلم بيها العجين، ما بحطوش ابدا في النص في خطواتي في النص، لا بعد خلاص ما بعجن كله بلم بيها. اهي احط الطاسات عندي تسخن، يلا بينا. في اللي بيعمله مدور وفي اللي بيعمله متول شويه. تعالوا نبدا نفرد بال النشابه بتاعتنا هنا اهو. هعمل بس واحد، بصوا اهو، بصوا بفرده وبعدين افرده بقى بيه النشابه بتاعتي. زي ما بقول لكم في اللي بيعمله متول وفي اللي بيعمله مدور. بعض المطاعم بتقدمه كده بالطول ده كده بالشكل ده، وبعض المطاعم بتعمله مدور. طبعا احنا مش هيفرق معانا الشكل، المهم النتيجه. طبعا بخليه رقيق ليه؟ علشان هو هيرفع عندي هنا. بس كده عندي هنا بقى الطاسة لازم اديها مسحة زيت بسيطة، مسحة زيت خفيفة قوي اهي كده، بالشكل ده مسحة زيت لا تسكر. طيب لو ما عنديش فرشة يبقى على طول بيه المنديل عندي واعمل كده. بصوا بقى اهو، اروح عامله كده بعد ما حطيت ايه، بس يعني فرشت بس ايه شويه زيت زيتون بسيط قوي. بصوا بقى عندي هتعمل ازاي، هتلاقوها هوا هوا. شايفين عجينه بسيطه تكنيكها، مفيش اسهل من كده، واديكوا شايفين النتيجه. طيب عندي ايه بقى دلوقتي، الزبده بتاعتي، الزبده بتاعتي هروح مديالها بس ايه تسيحه بسيطه قوي قوي في الميكرويف بتاعي، وهقلبها زي ما انتم شايفين مع كزبره وتوم بس كده، ومش على النار. بصوا العيش عامل ازاي، بصوا العيش عامل ازاي، بصوا قد ايه بسيط وسهل. لا وريحته بقى حلوه جدا، زي ما بقول لكم انا بحب قوي المعجنات اللي هي بالدقيق، بالدقيق ما كل المعجنات بالدقيق اللي هي بالزبادي وباللبن، حلوه بالدقيق دي. هنعجن بايه؟ لا انتوا عارفين ان في عيش برضو وصفه هندي بالبطاطس هنعملها، بيعجنوا بيعملوا عيش كامل بالبطاطس، بطاطس. فايوه صح، هو مش شرط بس ايه عندنا هنا يكون بالدقيق بس اهو. عندي هنا تعالوا نحطه على الطاسه الثانيه. الله الله، بصوا جماله، بصوا بيتنفخ ازاي. نجيب بقى عندنا هنا الزبده اهي، حاضر ماشي، ونحط عليها الكزبره، ما بحطهاش على النار ولا حاجه، ونحط عليها الثوم ونقلب. بصوا عيش خطير ده، انا هفتحه لكم دلوقتي، هفتحه لكم دلوقتي تشوفوا جماله. بصوا بقى بنعمل ايه، بناخد بقى من ده كده، الله الله، ونحط بقى عليه. مش هو ده اللي بناكله في المطاعم الهندي وبنتبهلل بيه؟ اي نعم اهو. كنتم متخيلين ان هو بالسهوله دي؟ الله ريحته بقى تجنن دلوقتي. تعالوا بقى نطلعها ونروح لفاصل ونرجع نكمل يا جماعه. بصوا بصوا وافتحه لكم عشان تشوفوا قد ايه متنفس ويجنن. يلا بينا، تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل
وصفتنا النهاردة الخطيرة للأكلات الهندية. استنونا. عجبتكم الفكرة؟ ايه رأيكم؟ زي ما بقولكم ده بقى ينفع جدا حاجة للفطار، يعني انا ممكن اعمله كده واكله، ممكن اعمله بمية على فكرة وزبادي، ممكن اعمله وما احطش عليه زبدة ولا كزبرة ولا توم. وبقولكم بقى عيش كده خطير هيبقى حلو قوي معانا. في كل الاحوال بصراحة هيعجبكم قوي. انا مش عارفه هي نفس الطاسه هي نفس كل حاجه، بس بصوا الرغيف ده حطاه من بدري قوي مع دول، بس ما سبحان الله ما بيجيش عليه الزمن ولا يروح، مش عارفه ليه، مع ان هنا بصوا هوا بنخلص. طيب تعالوا بقى هعمل ايه، هشيله خلاص استوى معايا، وتعالوا بقى نروح هنا وندهنه برضو بالزبدة والثوم. طب ليه يا فيفا ما دهنتيش بالزبدة والثوم؟ علشان حسيت ان الزبدة بتتحرق معايا هنا، فقلت لا انا هدهن بالزبدة والثوم بدل ما كل شوية امسح الطاسة عندي لما الزبدة تتحرق والكزبرة اهو. بس كده طبعا ممكن ندهنه من جنب واحد. خطير صح؟ حلو حلو. يعني زي ما بقول لكم الاكلات، بصوا كل المطابخ تقريبا تقريبا هي نفس المكونات عندنا، بس ولكن كل مطبخ عن التاني بيفرق فيه البهارات بتاعته اضافاته، لكن كلنا هتلاقونا في الاخر هي نفس المكونات واحده. بصوا احنا بكوبايتين دقيق عملنا قد ايه يعني، ولسه بعمل اهو. طبعا انا كان معايا حلو بس للاسف للاسف مش هلحق. نعم مش سامعاه كله، قولوا تاني قولوا تاني يا شباب اهو. بصوا بقى بياخد لون بقى خطير وارتفاع وحكايه حكايه اهو. وادهن تاني زيت، لازم في كل مره بدهن بس بالفرشة نقطة ايه زيت عندي في الطاسة. الله ما تيجوا نفتح واحد يا جماعة. بصوا الحلاوة، بصوا الحلاوة، الله الله خطير خطير. بصوا ده بقى بيروح هو غزين كده ومين مغمزين ايه ال 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 الفراخ الهندي، او بيغمزوا بيه اي اكل هندي، مش شرط حتى وصفه الفراخ دي، عشان هو فكرته فعلا لذيذه جدا. تعالوا ندهن برضو عندنا هنا الطاسه في كل مره زي ما بقول لكم. نراجع المقادير تاني بتاعه عيش النان الهندي. عندي هنا ايه، كوبايتين دقيق عليهم معلقه كبيره سكر، نص معلقه من بيكنج باودر، ونص معلقه من الخميره الفوريه. على فكره في وصفات ما بيحطوش خميره، بس انا بعمله عندي في البيت كتير، يعني في وصفات هندي كتير ما بيحطوش خميره، في وصفات هندي بيحطوا خميره، بس انا بقول لكم حطوا خميره عشان هيديكم نتيجه احلى بكتير 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 يعني، وهيدوكوا كده ارتفاع. وزي ما بقول لكم احنا ممكن نحوله لايه لعيش اهو، وكمان عليه معلقه سكر، نص معلقه كبيره خميره فوريه، ونص معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكوبايتين لا معلقتين زبادي، ونص كوبايه لبن، وطبعا كله لازم يكون دافي. واخر حاجه هنا المعلقتين الزيت بس كده، ويكون جاهز معايا اهو. طيب الحراره ما اتكلمناش على درجه الحراره، لا انا معليه عادي يا جماعه، انا معليه عادي علشان انا مرققاه
وبيديني النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. طاسة طبعا مهم تكون غير لاصقة، وممكن جدا اقلب الصينية واشتغل عليها، بس مهم جدا تكون طاسة غير لاصقة عشان تديني نتيجة سريعة، نتيجة حلوة كمان. تعالوا بصوا ده بصوا عليه ازاي، شايفين الفقاعات اهو. هروح انا عاملة ايه بقى؟ عاملة كده علشان اساوي تاني برضو من الجنب التاني، واحط ايه اخته ولا اخوه جنبه. طيب انا فاضل لي هنا قد ايه يا جماعه؟ 1 2 3 ثلاث كور، يعني انا عملت ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 دي كوبايتين دقيق، عملت 8 عيش، 8 ترغيفه. الرغيف حلو جدا، وطبعا اضافه الزبده بالثوم بالكزبره طعم حلو قوي. وعملنا كمان زي ما انتم شايفين الفراخ الهندي باضافه جديده وهي الكاجو، حطيت هنا الكاجو بس انا ممكن، والزبده حطيتها في الاخر، الزبده حطيتها في، مبسوطه انا من نفسي قوي، الزبده حطيتها في الاخر يا جماعه علشان تلون لي هنا الفراخ بتاعتي. فانا ممكن جدا جدا كمان ما احطش زبده، زي ما انتم شايفين انا حطيت الاول زيت وشوحت بزيت الفراخ، زيت زيتون اهي، قريبه طبعا من باتر تشيكن بس باضافه جديده. بصوا محتاجين، حاضر بصوا الرغيف ده خلاص اخر رغيف هطلع، بصوا الرغيف ده شايفين عامل ازاي؟ عارفين عايزين تحولوه لعيش تعملوا ايه؟ تهدي النار، يعني تهدوا النار كده بعد ما يعلى كده، هدوا النار ماشي واستنوه هيتحول معاكم لعيش، عيش كله مفرغ هواء بالطريقه دي. شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي ده، لازم تجربوه النهارده وترجعوا تقولوا لي رايكم فيه. هعمل كده هلاقيه، بصوا يكمل، حاضر من الناحيه الثانيه. شايفين شايفين شايفين؟ يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، وحلقة جديدة من برنامجكم وبيتكم كل يوم أكلة مع فيفيان من الساعة 1 لـ 2. بحبكم جدا جدا، باي باي.